ازيكم؟ شاومي اعلنت اخيرا عن النوت 12 برو وعائله ال 12 بشكل عام، اعلنت عنها يوم 27 اللي هو امبارح يوم الخميس. انا لا انساك فلسطين ويشد يشد بي البعد، انا في افيائك نفرين، انا زهر شوك انا الورد. تصميم الموبايل هنا جاي بنفس الشكل وبنفس التصميم بتاع الاوبو اكسبلورر ماستر، نفس الشكل بتاع السيت اب الكاميرات نفسه بدون اي اختلاف تقريبا، مع بعض الانعكاسات المميزه واللي شكلها لطيف نوعا ما في ظهر الموبايل، ودي ممكن نتفق او نختلف فيها دي حسب الاذواق طبعا. تصميم الموبايل هنا بالكامل من البلاستيك مع فريم برضو من البلاستيك بدون اي اندهاش يعني. من ناحيه بقى التصميم الامامي بقى يا معلم، والتصميم الامامي بتاع الشاشه بتاعت الموبايل ده، فانت هنا عندك شاشه اوليد. الشاشه دي 6.6.7 انش فول اتش دي بلس بكثافه بيكسل 395 بكسل لكل انش. الشاشه دي بتدعم الدولبي فيجن وبتدعم الاتش دي ار 10 بلس، بتيجي مع معدل برايتنس من 500 ل 900 نتس في وضع الذروه او في وضع البيك برايتنس، وده اللي بيكون في الاضاءه القويه او تحت اضاءه الشمس المباشره. من ناحيه الحواف الجانبيه والحافه السفليه، استحواذ ممتاز جدا للشاشه بتاعت الموبايل ده، مع عدد ديسبلاي اعلى منتصف الشاشه، شكلها لطيف نوعا ما، حجمها صغير نسبيا. الشاشه دي بتيجي بريفريش ريت سريع 120 هرتز. من ناحيه المميزات والمواصفات الموجوده على الورق، فالشاشه دي هيكون اداءها قوي جدا. من ناحيه الاداء بقى يا معلم، فانت عندك هنا 6 او 8 جيجا بايت رام، نوع الرام هنا LPDDR4X مع 128 او 256 جيجا ذاكره تخزين داخليه، ونوع الذاكره هنا UFS 2.2. الموبايل هنا ما بيدعمش تركيب كارت ذاكره خارجي، الموبايل هنا بيجيب الاندرويد 12 مع الميو اي 13 مع معالج من ميديا تك الدايمنستي 1080، المعالج ده 6 نانو وده بيتفوق على المعالج اللي فات الهيلي جي 96 اللي كان 12 نانو، انه بيوفر اكتر في عمر البطاريه بنسبه 50% وانه بيقدم اداء افضل منه بحوالي 20%. انت هنا بتتكلم في لعبه زي ببجي مثلا تلعب فيها على اعدادات متوسطه على 60 فريم تقريبا، وده من غير ما يقابلك اي لاج او تقطيع او دروب فريم وانت بتلعب. ناهيك طبعا عن اداء المعالج انه ما بيسخنش زي الجي 96 الجيل اللي فات، واللي كان لما بتلعب بيه العاب تقيله زي ببجي مثلا الموبايل بيسخن منك وما تبقاش عارف تلعب بيه اصلا. فانت هنا بتاخد اداء مميز من ناحيه الالعاب التقيله زي ببجي وغيرها. من ناحيه الكاميرات بقى يا معلم، فانت عندك هنا كاميرا اساسيه 50 ميجا بكسل باف 1.8. الكاميرا دي بتعمل او اي اس او الاوبتيكال ايمج ستابلايزيشن، وده اللي بيساعدك نوعا ما انه يعمل ستابلايزيشن او يعكس حركه اتجاه ايدك وانها تهتز مثلا لو كنت بتصور فيديو، في انه يحاول يثبت الصوره ويخليها ستابلايزيشن اكتر، وده اللي بيتيح لك انك تاخد صوره مستقره اكتر وما تكونش مهزوزه. عندك كمان كاميرا الترا وايد 8 ميجا بكسل باف 1.9 ب 119 درجه، مع كاميرا او سنسور ماكرو لينس 2 ميجا بكسل باف 2.4. الكاميرا الاساسيه هنا بتصور 4K على 30 فريم، وبتصور 1080 على 30 او 60 او 120 فريم. طبعا هنا تم استغناء عن الكاميرا الدبس او العمق او الدبس اوف فيلد اللي بتعمل البوكا افكت في الخلفيه دي، ما عادتش موجوده في الجيل الحالي. بالنسبه للكاميرا الاماميه بقى يا معلم، فانت عندك هنا كاميرا 16 ميجا بكسل وبتصور فيديو 1080 على 30 او 60 فريم. الموبايل بيجي مع سماعات ستيريو، الموبايل هنا بيدعم منفذ 3.5 مللي عادي جدا، الموبايل هنا بيدعم البلوتوث 5.2 وبيدعم الان اف سي وبيدعم الاي ار بلاستر. من ناحيه بقى الفينجر برنت او البصمه، فالبصمه هنا موجوده تحت الشاشه، بعيدا بقى عن البصمه وبعيدا عن الحاجات دي كلها، وبالنسبه للبطاريه بقى معلم، فانت عندك بطاريه هنا قويه جدا، بطاريه 5000 مللي امبير. البطاريه دي هنا بتيجي بشحن 67 واط وبتشحن 50% في 15 دقيقه بس، وبتشحن 100% فول على الاخر في 46 دقيقه. سعر الموبايل ده معلم 240 يورو، اي ما يعادل حوالي 5530 جنيه مصري. من ناحيه الاداء، فالموبايل تم تحسين الاداء بتاعه بحوالي 20% افضل من الجيل اللي فات اللي كان بيجي مع المعالج الهيلو جي 96، مع توفير اكتر في عمر البطاريه وتقليل في سخونه الجهاز لما الموبايل تلعب عليه العاب تقيله وكده. المختلف هنا ان الموبايل ده بيجي ببصمه مدفونه تحت الشاشه واداء افضل بتاع المعالج اللي بيجي افضل من الجي 96 من ناحيه التبريد ومن ناحيه الاداء بتاع الموبايل نفسه، لكن البطاريه ما زالت هي نفس البطاريه بنفس الشاحن نفس وقت الشحن تقريبا. واحد من الاختلافات المهمه ان الموبايل ده ما بيدعمش تركيب كارت ذاكره خارجي. من ناحيه الكاميرات، فتم استبدال الكاميرا الاساسيه اللي كانت 108 ميجا بكسل اللي كانت في النوت 11 برو بكاميرا 50 ميجا بكسل في النوت 12 برو. مفيش هنا كمان كاميرا لعمل العزل او البوكا افكت او مساعده للكاميرا الاماميه في عزل الخلفيه، ولكن تم الاستغناء عن الكاميرا ال 108 ميجا بكسل بكاميرا 50 ميجا بكسل بس. ما نعرفش سعر الموبايل ده لما ينزل عندنا السوق المحليه هيكون سعره كام بالظبط في وقت تخبط الجنيه وسط العملات الموجوده في العالم دلوقتي، وما نعرفش هينزل مصر امتى اصلا يعني. ما تنسوش تقولوا لي تحت في الكومنتس رايكم في الموبايل ده وانطباعاتكم عنه، وايه اكتر حاجه مميزه من وجهه نظرك في الموبايل ده. بس كده، سلام.